نبدأ بفقرة الأخبار سريعة. بسيطة لهالواقعة الكبيرة، الواقعة اللي يعني تعلمنا منها العديد من الدروس والمبادئ. وعند المباشرة لتقديم أي عمل فني، سواء لوحة تشكيلية أو نص مسرحي أو قصيدة شعرية، يحتار الفنان في يعني رسم الأطار أو الحدود اللي ممكن يأطرها ضمن عمله الفني، لأن المساحة متسعة في العطاء وفي الفداء وفي التضحية. الليلة يشارك معنا عدد من الشعراء الجميلين. عادت جموع العاشقين لكربلة، والشوق يحدوها إلى مثواك، لكأنها طوفان عشق هادر جاءت متيمة إلى لقياك. قد كنت فيها نافخا ومحرضا، وأتيت منها ناقما ومكفرا. ما أنت إلا من غثاء جهالة جاءت من التاريخ زيفا منكرا. وصبتك من دمع المحبين مأتما، رقيت به فوق المجرة من برا. في رسم التصاوير ظنة بأن تلقى الصبط رسما مصورا، ويفتك بالتاريخ فتك مزور، فلا نبصر التاريخ إلا مزورا. هذا أنا العاشق المفتون، يتعبه طول السرى، لم تروي الدماء نهمك، فكيف عضك ذاك الجرح والتهمك، وكيف معولك المأزوم حين سعى في هدم أول أسوار المدى هدمه. مذ صاحت الدنيا حسين ولم يزل لحن انسجام الكون باسمك يعزف. حينما أبصر أرخبيلا من جثث الشهداء أعلم أن هناك الحسين. أدغمت جرحي في سديم جراحه لأكون ومضا من سنا مصباحه، وعبرت منه إليه في شغف الرؤى، فرأيت خارطة الوجود براحه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهداء الحسين، وعليكم جميعا يا أحباب الحسين ورحمة الله وبركاته. أشتم وجاع الفروض بكل صلاة، وبيها أنقش دمع أكتاف القدر، غفلة الفكر انتباه وكسرة المتعن جاه، دموع آهاتك ترر كثر ما نتنفسك صاير حياته، وكثر ما نتعلمك صاير عبر. والغيوم البيضة، الغيوم البيضة قد ما تشتهيك من دموج الدنيا تتساقط بشر. تلاغي جراح الأرض حين تأججت بلؤم يزيد حيث يطغى بمغنم سفيه ويستحيي من الناس دينهم، يطيش بخلق الله سحقا محرما.
أنت وخير الله في أرضك وكل عيون وكل نبي في عيونك يا